موقع رسمي للنادي الأهلي اتكلم عن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللي أدى تمرينه الأخير النهارده العصر على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة الداخلية اللي تقام بكرة إن شاء الله يوم الأربع في إطار مواجهات الأسبوع 23 من بطولة الدوري العام. وبعد نهاية التمرين هيعلن الأوروجواني مارتين لاسارت المدير الفني القائمة اللي هتتوجه للفندق للمدرب هناك عشان المعسكر.